انت سياح سياح سياحة الداخلية، فصراحة قمنا بزيارة الباحل مكانك لاكوت. ما تلقاش براسك في القهوة؟ إذا انطلق في الصغر 100 متر سعيد. إذا انطلق صحيحة الجيش الملكي يدخل فيها الى خط وصول. الجيش الملكي سيفوز هذا السباق الان. تحيه لكل الاطر وتيدخل عندي تنقول لهم لو بارطاج الجيش الملكي. فهذا واحد درت واحد تدوينه اليوم درتها حول المشاركه المغربيه. درت واحد الصوره ديال كيبشوغي وبيكيلي اللي العالم كله تيتكلم عليهم الان. من سيفوز؟ واش بيكيلي ولا كيبشوغي؟ ولكن انا زدت عليهم جوج ثلاثه عدائين مغاربه. لما لا يكون البطل يكون بطل اولمبي في الماراثون المغربي؟ لما لا؟ ها لما لا؟ فدرت القمري ودرت مطلحه ودرت الطالبي. لما لا يفرحنا شي واحد من هاد الابطال المغاربه بميداليه ذهبيه او فضيه او نحاسيه؟ كل شيء ممكن اخواني اخواتي. فحطيت السؤال ولقيت اجابه كبيره وتعاطف كبير من المغاربه، اللي كلهم تيتمناو على ان احد ابطال المغاربه يحقق نتيجه ايجابيه. كان البورسونتاج كبير ديال القمري، فمجموعه ديال المواطنين تيقولوا القمري خلق مفاجاه. نتمنى اي بطل مغربي يخلق مفاجاه. ف ها قدمتها هذا المقدم ديال مارتي تيقول لي القمري. اذا دائما السعاده الجاريه لقاء بلاقه السلسله الثانيه المسابقه 100 متر مستمره. انتباه اذا انطلاقه. نلعبوا معكم في التظاهره الرياضيه، نبقاو في التظاهره الرياضيه اخواني. اذا 100 متر اذا انطلاقه. يلا ولم تدر اجود العراس المزيجي الثاني كيفوز بهذا هي صاحب الصدريه 617 يفوز بها المرتبه الاولى. الاتحاد البحري الرياضي.